ما هي كبير اللي هتجوزها دي هصرف عليها منين؟ اكيد ان انا هضطر ابعد اهابها اخد ورثها، وطبعا الكلام ده ما هيلدش عليها، فتقعد تلجح بكلام يفور دمي فدب بقى عالجه او اقتلها، وتروح تدهب لي قرايبها ويخلعوني ويعملوا لي قضيه خلع، واضطر ادفع مجدم ونفقه، فيا اما تحبسني يا اما ادفع النفقه، وهتحبس طبعا عشان ما اعيش يا كبير، ما اعيش، فهتحبس هعمل ايه؟